ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم دكتور محمد رفعت وفاطمه مصطفى واجيال، وحلقه مميزه وقويه جدا. والنهارده الواحد بيقول كلام كبير ازاي بقى؟ لا هو كلام الحقيقه عملي وكلام من جوه البيوت قوي، وانا بحب النوع ده من الحلقات اللي هو بنتكلم فيه عن حاجات الامهات والاباء يشوفوها كل يوم. اصل في ناس يقولوا اللي ايده في الميه مش زي ايده في النار، فاحنا فعلا ما تقلقوش احنا طالعه من النار وجايه لكم. بالظبط يعني بالظبط كده. يا ساتر يا رب. طالعه من النار. يا ساتر يا رب. طب راجعة تاني ولا مكملة معنا شوية ولا قادرة؟ والله المهم النقطة اللي انا كنت بكلم حضرتك فيها قبل الفصل، ان هم ازاي بقى عندهم، ازاي بقى انا بتبسط من ولادي. وحضرتك على فكرة ليك سبب في الموضوع ده، احب اقول لك على الهوا بقى. شكرا. دايما تقول لي ايه بلاش ردود الافعال اللي هي هوبا فجأة دي. ايوه انا بقيت احط نفسي في التلاجة يعني ماما الحقيقة ماما ده لقيت مش عارفة مين بيعمل ايه، فالمفروض اللي انا العادي بتاعي كنت اقوم يا نهار اسود ده اللي فتح لك ده يا اللي دلوقتي بقيت هادية جدا. تعالى يا حبيبي وريني او استنى بس شوية عشان بخلص مش عارف ايه. لا انا بفضله وبسيب اللي في ايدي وتعالى وريني يا حبيبي ايه. أيوة. ما هو مش ذنبه انه شاف حاجة من غير قصد. صحيح صحيح. بس ازاي نوصلهم لدي بقى؟ طيب اولا الناس اللي بيوصلوا للمرحلة دي خلينا نقول هم واصلين لقرب قمة النجاح، ان هم فكرة ان هم قعدوا اشتغلوا مع نفسهم وعلى أولادهم سنين طويلة أو شهور وأسابيع، وصلنا لسنين، إن هم يوصلوا نفسهم لحالة الثقة المتبادلة بينهم وبين أولادهم دول، فدول ناس يستحقوا مبدئيا كل التقدير، ودول احنا بنطمنهم إن انتوا تقريبا وصلتوا لقمة الهرم. تمام. قمة الهرم في الإنجاز يعني. تاني حاجة مش الهرم الجزائي لا تاني احنا مالنا النهاردة يا دكتور. تاني حاجة خلي بالك لازم ننتبه إن في أطفال بيعملوا الحكاية دي بخبس أو بمكر. ازاي بقى؟ ازاي بقى؟ هو بيبقى عايز يتفرج على الحاجات دي، فيجي يقول لمامته ايه؟ اوبا شفتي يا ماما بصي عاملين ايه؟ بصي المقرفين دول عاملين ايه؟ اعرف الفرق ما بين دي ودي. بالظبط كده. الفرق طبعا في حاجات واضحه او ابسطها ايه؟ ان لما حد بيشوف حاجه بتطلع له كتير، صح ولا غلط؟ سواء على فيسبوك او يوتيوب او كده، هو بيدرسه الانترست بتاعته. انا عايز اقول حاجة على حاجه، ما هو اما طفل يجي له حاجه في الاعلانات بتاعت لعبه وده موبايل طفل عنده 6 سنين، يبقى انا اي دونت ثينك ان ده الانترست. لا الاعلان حاجه ولستة المشاهدات بتبقى حاجه تانية خالص، يعني مثلا لو فيديوهات. يعني انت لما بتفتحي فيديو عن الموضه مثلا بتشوفي فستان، بيجي لي تسريحات شعر عشان بسرح لليله. ايوه بالظبط كده. فبيجي لك حاجات على طول. فاول حاجه ننتبه ليها لازم نبقى واعيين قوي ان الاطفال مش بيعملوا كده بنوع من المكر، ان هو ايه اللي هو بيعمله ده، يعني بيرملنا حته لكن هم في الاخر محتفظين بالحكايه كلها، يعني بصي يا ماما بصي مش عارف ايه اللي عاملين ده، وتلاقيهم هم بقى ايه شان يا حبيبي. ايوه بالظبط كده. فانا رايي انك اولا تميزي ازاي، اول حاجه تكرار المساله يشير الى اهتمام الطفل بالنوع ده من المحتوى. فانت ممكن ببساطه كده تقولي له على فكره انت كل ما هتقعد تتفرج، اصل الحاجات دي ما بتطلعش من نفسها، انت كل ما هتقعد تفتحها بتجيلك تاني، كل ما هتقعد تفتحها. نشأة قديمة وبلاش انا. بالظبط كده. دي اول حاجه. فانت زي ما بيقولوا كده بتحرجيه بس بالذوق. حلو. اللي هو طول ما انت مهتم وبتتفرج على الحاجات دي فعلا حتى لو بتوريها لي احنا الاثنين كده، الحاجات دي هتفضل تطلع لك لان انت بتطلعها لي هتفضل. يبقى ده اول حاجه. تاني حاجه ان احنا نلاحظ ان الطفل ايه وهو بيفرجنا، هو مركز في التفاصيل، يعني مش بيتفرج كده فرجة عابرة، يعني ممكن يقول لك ده بصي بقى يا ماما اللي ورا دي بتعمل ايه، انت فاهمة؟ فهو كده معنى كده ان هو مركز. ده انت تمسك الشيشة بيحلل، ده بيحلل الفيديو بقى يعني. بالظبط كده. خلاص. تالت حاجة ببساطة بقى انه لما يجي يوريكي قولي له ايه، اكنك بتتفرجي على بداية الفيديو، قولي له يوه هم الناس دي بقى دمها تقيل يا ياسين ولا يا ليلى، مش عايز اتفرج عليهم، فانت ما تتفرجيش. فهنا الفكرة في ان انت خلاص انت بتقولي له بالشيء كده بشكل غير مباشر او بشكل يعني عملي I'm not interested، انا مش مهتميه. ومش المفروض انت كمان تبقى interested وتبص عشان الحاجات دي هتفضل تطلع. بالظبط كده. بالظبط كده. طب احنا هنطلع فاصل، وبعد الفاصل يا دكتور هحكي لك تجربه صغيره كده حياتيه جارت لي في موقف زي ما بيتقال كده كش ملك، مش عارفه اعمل ايه. يعني انا اتحطيت في موقف مع بنتي انا مش عارفه ارد، مش عارفه اقول ايه، وفي نفس الوقت خايفه ازود في الكلام. ولادك دول ديمو للحياه. ما شاء الله. مش عايزه ازود في الرد لاحسان انا اللي ابقى بفسد البراءه اللي في الدماغ من غير قصدي. احكي لك الموقف ده بس نطلع على فاصل ونرجع تاني. رقم الاس ام اس 199 والتليفون 2 18 10 8 66، والفان بيج بتاعتنا راديو 90 90 على الفيسبوك.